الركلة الثانية الجزاء كانت واحدة بالتأكيد وواحدة باستدعاء. واحدة بالتأكيد. هي 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 ركلة جزاء
ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء. وبطاقة صفراء بطاقة صفراء على يزيد أبو ليلى بطاقة صفراء على يزيد أبو ليلى. ولا تحتج يا يزيد لا تحتج يا يزيد. نعم 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 ركلة جزاء ثلاث ركلات جزاء ثلاث ركلات جزاء للمباراة النهائية ثلاث ركلات جزاء للمباراة النهائية. هذا لا يحدث إلا قليلا بل لا يحدث أبدا لا يحدث أبدا. نحن أمام حدث استثنائي لكن ننتظر 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 هذه اللحظة لا يوجد فيها للتسلل ومن ثم بعد ذلك يأتي القرار بوجود ركلة الجزاء. مرة أخرى أكرم عفيف أكرم عفيف من أجل الهاتريك أكرم عفيف أخر لاعب سجل هاتريك في نهائي عالمي كبير كان في هذا الملعب كان في هذا الملعب اليوم ها اليوم وبالتالي يصبح أكرم أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل من علامة الجزاء ثلاث مرات ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل أربعة أهداف في المباراة النهائية ويصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل هاتريك في النهائي ويصبح أول لاعب يسجل في نهائيين متتاليين ومختلفين ويصبح أول لاعب أول لاعب أول لاعب أول لاعب أول ساحر أول مبدع أول رائع أول مبدع. وهو يا أكرم وهو يا أكرم وهو يا أكرم ثمانية أهداف في البطولة و11 مساهمة 11 مساهمة ليصل إلى المساهمة رقم 22. هذه اللقطة هذه المحاولة لا وجود فيها للتسلل لا وجود للتسلل وبالتالي يأتي القرار بوجود ركلة جزاء ركلة جزاء حسمت الأمور وأنهت الأمور أنهت الأمور لمصلحة أمام المنتخب في النهائي أمام في النهائي أمام الأردن أكرم ركلة أخرى تسبب فيها اللعب انتصار إلى حد الآن إلى حد الآن نحن على بعد 7 دقائق على الأقل قبل النهاية. حتى النهاية هاتريك 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 في المباراة النهائية أول لاعب يسجل هاتريك في المباراة النهائية وأول لاعب كما ذكر على مستوى تاريخ هذه البطولة على مستوى تاريخ هذه البطولة يسجل في نهائيين متتاليين ونهائيين مختلفين. كرة إلى صار كرة موجودة على الخطأ محاولة شكرا يا إلهي هي أحلى شيء هذه أحلى شيء
افتح لي اياها بعد اذنك. يور ذا بيست. الى صفقه موجوده بطاقه صفراء تظهر على علي اسد. بطاقه صفراء. سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ موجودين بمدينه ديربون بديوان عم نحضر الواتش بارتي تبع الاردن ضد منتخب قطر. ربحانين قطر 3-1 لحد هلا. مثل ما شايفين في كثير من الجاليه الاردنيه ومشجعين منتخب الاردن موجودين هون. الاجواء حزينه هلا حاليا. خلينا نرجع على اللاعب علي اسد. كره بمحاوله ملعوبه وصلت بعد ذلك الى حارس المرمى مشعل برشا. ندخل الى اجواء الدقائق الاخيره مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. واليوم اليوم مع اكرم البطل هو البار الذي اعطى الحق. البار الذي اعطى الحق لاحمد ومن خلال تدخله مرتين كسر ركلتي جزاء. نعم، تدخل مرتين واحتسب ركلتي جزاء لمصلحته النادي، وبالتالي حضر بشكل مميز جدا وكان حاضرا من خلال احداث هذه المواجهه كلها في نهائي وكلها في كاس اسيا في نسخه رقم 14. كره بمحاوله للمنتخب الاردني الصالح مستمره والقائمه يمتلك القدرة أيضا على الحفاظ على يعني أعصاب أول لاعب يسجل هاتريك في المباراة النهائية حسن عبيد، وأربعة أهداف الآن مجمل أهداف أكرم في النهائي، وكلها من علامة الجزاء. كل الأهداف الأربعة اللي سجلها أكرم من علامة الجزاء، لأنه حتى في نهائي عام 2019 سجل في مرمى اليابان من علامة الجزاء وأكد على الانتصار بعد ما كانت الأمور بهدفين مقابل هدف واحد. يلتقي مدرج العنابي العلامة البارزة من خلال هذه البطولة. مدرج العنابي هو العلامة البارزة في هذه البطولة وأحد أسباب النجاح والتفوق في المحافظة على اللقب المسجل بعد اليابان والسعودية وإيران وكوريا. كوريا حافظت على لقبها المسجل للمرة الأولى، وبعد ذلك إيران حافظت على لقبها وكانت ولا زالت المنتخب الوحيد الذي حقق ثلاثة ألقاب متتالية. ثم بعد ذلك السعودية حافظت على اللقب 88 و84. ثم بعد ذلك اليابان في نسختين متتاليتين 2004 والآن العنابي في الطريق. كرة رفعتها معلم إلى خارج أرضية الملعب. ارفع ديرك في المدرج الآن 2019 و2007 2023 والفار إلى 2027. لودينج في المدرج وبارك الدروبيت غير مصدق جاء قبل البطولة بشهر واليوم يجد نفسه على منصة التقويم لهذه البطولة للمرة الثانية عنابي وللمرة الثانية اسباني وللمرة الثانية قطر جنحته اسمها على هذه البطولة وعلى هذا الكأس في انتظار لحظات أخيرة وصافرة في أحداث هذا اللقاء. نلعب في الجولة الأخيرة
ممتعة جدا، هم الحب، وكمان انه نقول لاهلنا في قطر
ألف مبروك على النجاح، وهم أخواننا كمان. برافو برافو وليد. وليد يلا شيخ وليد، شوف كيف رأيت المباراة؟ والله مباراة جميلة جدا، وأولا نهني المنتخب القطري بالفوز بالكأس، ونهني أيضا المنتخب الأردني الذي أبدع في هذه المنافسة، وحتى بالهزيمة أو بالخسارة، لا نعتبرها هزيمة، بالخسارة أعتقد بأنه كان الأفضل وكان الأروع وكان الأجمل. الهدفين الأولين من ضربة الجزاء هذه حقيقة، لكن الثالثة أنا أعتقد أنه مركب تركيب، لأنه حتى لما طلعوا لنا صورة الأوتسايد طلعوها من الجنب، ما طلعوها بالطول وبالعرض مثل ما بيعملوا بها، كانت مبينة، لكن يريدوها أن تكون قطرية، فلا يجوز أن تخرج مشيخة قطر من كأس العالم ومن كأس آسيا وهم اللي قائمين بالعمل كله من غير أن يأخذوا. لكن نقول ألف ألف مليون مبروك للمنتخب الأردني ولأبناء الأردن لهذا المستوى الرائع الذي قدموه. تحياتي. يلا احمد، قبل شوي كنت عم تحكي وراح الصوت، بس حبينا نحكي يعني الكره بها روح رياضيه. شو لك تعبوا الشباب، الله يعطيهم العافيه، والحمد لله المركز الثاني، والف مبروك لقطر، الكاس راح عربي، وحاب شكرا لك للتغطيه اليوم. كنا بديوان كافيه سمعت الجالية برعاية جمعية الأردنية للتراث في ميشيغان. الجالية هون شرفونا على موقع الويب سايت jaha-mi.com، جمعية التراث الأردنية في ميشيغان. شكرا لكم وشكرا لحسين هاشم. ولو عوني يلا معك عمدة الجالية هون عوني خبرنا شو رأيك بالمباراة؟ هني الفريق الأردني وقطر بالروح، مهم إنه عربي. جيت ألف شكر حبيبي. كيف لقيت المباراة اليوم؟ حلو حلو، دائما الأردن كان دائما لعب من أحسن أحسن مباريات. حبيبي حبيبي يعطيك مئة ألف عافية. الله ولو وين على الفيسبوك إخواننا العرب جميعا أينما كنتم. Please like our Facebook page. It's Jordanian American Heritage Association. Jordanian American Heritage Association. جمعية التراث الأردنية الأمريكية. إحنا دائما حاضرين أي activities للجالية الأردنية أينما كنا، وإحنا أي واحد من حتى خارج ميشيغان. إحنا دائما هون معزبينكم عائلة واحدة، وكل احترام دائما لحسين هاشم، دائما حاضر لكل فعاليات الأردنية وأي فعاليات عربية. على راسي. اكيد مثل ما شفنا انه قطر ربحت 3-1 على المنتخب الاردني، مباراة خلصت، مبروك لقطر البطولة، بطولة اسيا، هارد لك للمنتخب الاردني، اداء مشرف من الفريقين، اداء مشرف من الفرق العربية. لا ولا لا لا على راسي ولا، اهلا وسهلا، اداء مشرف لكل الفرق العربية صراحة. وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعطينا رأيك بالمباراة. والله المباراة جميلة وشيقة ورائعة، كنا نتمنى أن تفوز الجالية الأردنية بصراحة والفريق الأردني، ولكن الكأس عربي. كأس عربي هذا أهم شيء. هذا أهم شيء، أحسن كأس عربي، والأردن وقطر هم أهلنا وأحبابنا. نقول إن شاء الله عقب الأردن في المباريات المقبلة إن شاء الله، ويشدوا أنفسهم شوي ويقللوا من الأخطاء. حبيبي مثل ما شايفين يعني يعني في زعل من الجالية الأردنية، ولكن بنفس الوقت فخورين بالأداء اللي قدمه المنتخب الأردني بهذه البطولة. يعطيهم ألف عافية، أدوا بشكل كتير جيد صراحة، ويعني هذه هي يعني المباريات، في ربح وفي خسارة يعني، وفي ربح رياضية. كم so what do you think of the game? How was the game? It was good. Did you wish that Jordan would have won? That's fine, right? But we are still Jordan, right? Inshallah next time. يلا حبيبي. الأولاد أحلى شيء صراحة. طفيين يخبوا زعلهم الأولاد يعني خلينا نقول. المباراة خلصت 3-1 لقطر، مبروك لقطر الفوز. والله منيحة الشاشة اللي هونيك. أعيونه لحسين. يلا خلص اللايف وبيجي بطلع معك. يلا هيدي كان اللايف تبعنا من 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 هون من ديربون، حبينا نفرجيكم الجالية.
شو؟ How was the game؟ كيف الجيم؟ لا بدك آه يا زلمة خلاص next time تربح next time تربح. يلا يا اخواننا هذا اللايف كان تبعنا مبروك مره ثانيه لقطر هارد لك للاردن ان شاء الله ان شاء الله يعني بالبطولات القادمه يا رب. فهيدا كانت التغطيه تبعنا من ديربون كان معكم حسين هشام عملوا شير لهذا الفيديو والمنهم تبعنا يعمل لايك وفولو على فيسبوك انستغرام وتيك توك وسبسكرايب على يوتيوب ويلا انا رايح احضر ريال مدريد هلا حاليا كان روح لحق نحضر المباراه الى اللقاء يلا بنشوفكم يلا من متابعنا يتابعنا يعمل شير لهذا الفيديو وتابعونا على كل وسائل التواصل الاجتماعي المتابعة مجانية وهارد لاك مرة تانية للأردن مبروك قطر يلا الكأس عربي إلى اللقاء.